رجعنا بهاشتاج وبسيجمنت بيوتي. هلا اليوم سيجمنت شوي هيك انترستينج لانه اليوم ما رح يكون عندي كونتنت عم بحكي عنه، رح يكون انا وريتا هيك عنا ديسكشن ورح تكون كمان عم نحكي عن السكين كير تيبس. ليه بقى معتابي كمان ما لبقتها قصدي؟ انا ما كثير شوي يعني على فكره بعدين عم نشرح نحن ليش كل وحده عندها لون بيختلف. اول شيء ريتا بدي اسالك شوي هيك عن انت السكين كير روتين تبعك، انه انت الصبح شو بتعملي بالليل؟ انا الصبح بوعى بغسل وجهي بكلينزر وميسلر ووتر بالاول وبيرجع ماي وصابون عادي. بالليل اكيد دي ماكيان لي بالاول، بعدين كمان او ميسلر، برجع كمان عندي واحد سبيشل بستعمله كمان كلمه ينظف ديب من جوا، وبستعمل نايت كريم تبعه اكيد والديلي كريمز. اوكي يعني بيرفكت ما بتقفي ولا من وراك step. كمان صرت هيك عامل وهلا من وراي وهلا من وراك كمان اللي انت علمتيني، بتعرف هذا الترند هلا كثير مهم الفوريو تو لونا تو من فوريو، من وراك هلا جربتها وصراحة لقيت الفرق كثير بالسكين كير روتين تبعولي ان كان بتنظيف بشرتي وان كان على الميك اب صراحة. اوكي خلينا بس نحن نفسر شو هي هيدا الديفايس. انا صراحه كل اللي بتابعوني على الانستغرام بيعرفوا انه انا الي زمان كثير بستعملها، يعني حوالي اكثر من 8 شهور. بس هلا نصحت ريتا انه تبلش تستعملها. هيدا الديفايس اسمه لونا 2 من فوريو. فوريو هي سويدش انت هاي اند ميك اب سكين كير سوري براند. سو هي بيكون عندها مثل هيدي الديفايس، هي مثل كلينزنج برش، يعني هيدا نحن بنستعملها كرمال ننظف فيها وجهنا، بتعمل مثل ديب كلينزنج. مزبوط. شو بتتميز هي اكزاكتلي كريستال؟ نخبر المشاهدين. اوكي ريتا انا على طول بحكي انه هو يوجوالي نحن بننظف وجهنا بكلينزر عادي. مزبوط. بس الفرق هو بهيدا الديفايس انه مثل ما قلت هي مثل كلينزنج برش، عندها مثل وجهين، عندها تو فيسز. سو بهيدا الوجه نحن بننظف فيه وجهنا. هي بتشتغل على البالسيشنز، بعد شوي بشرح اكثر. وثاني وجه لها يلي عم نشوفه هون هلا شوي مش جميل، انا على طول بستعملها، هي هون مثل هي مثل انتي ايجينج. سو هون بيسكلي بتخلي اكثر السيروم تشربه البشره اكثر. سو هيدي هي انتي ايجينج وهيدي للتنظيف. اوكي كريستال اذا بدي نخبر المشاهدين كمان كيف فينا نستعملها من كل ميله اكزاكتلي كيف، وكيف بنكبس وكيف من اول انتنسيتي وكل هالتفاصيل. اوكي هلا قبل ريتا انا بس بدي اسالك، بدي اخذ انت رايك، يعني انت هلا لك جمعه تقريبا بتستعمليها، حسيتي في فرق بوجهك ولا لا؟ صراحه حسيت كثير في فرق بوجهي من ناحيه النظافه، لقيت انه وجهي والسكين تبعولي صارت نضره اكثر ونظيفه. مثل ما قلت لك ايفن على الميك اب، انت بتقولي لنا الميك اب ليطلع هيك جلوينج وعاطي عن جد جلو اون يور فيس لازم تكون السكين هي نظيفه، فلقيت انه فوريو كثير نظفت لي وحسيت انه عن جد هيك ديب كلينزنج من جوا جلدتي من ورا اللونا 2. هي بتعمل مزبوط مثل ديب كلينزنج، يعني نحن كانه عاملين فيشل فيشل، يعني هو هي شو بتعمل هيدي الديفايس؟ نحن بس ندورها ونبلش نستعملها بنحس انه اذا عندك مثلا اكسترا مثل تريس اوف ميك اب، بقي شوي ميك اب، بتحس انه بتنظف بعمق، ومثل ما قالت ريتا كمان بس نغسل فيها وجهنا بنحس كانه وجهنا كثير كثير نظيف. وانا على طول ريتا بذكر انه اهم شيء يعني بيسك ستيب من الميك اب هو انه يكون وجهنا نظيف، يعني اذا ما كان وجهنا نظيف الفينش تبع الميك اب ما رح يكون منيح، رح يبين كانه الوجه منه فلولس. اوقات بتشوف وحده حاطه ميك اب بتقولي انه شو عامله على وجهها، بتحسيه هيك كله نظيف. نفس الشيء يعني مضبوط، بتعطي جلو على الوجه. صح. بدك نخبرهم كيف بنستعمله؟ ايه. هلا اول شيء ريتا هون مثل ما عم نشوف هون بالنص. مضبوط. اوكي لكن بدي ارجع اذكر اسمها هي لونا 2 من فوريو هذا الديفايس. سو اول شيء هون لها كبسه بالنص. اوكي مثل ما عم نشوف هي بتشتغل على البالسيشنز، يعني نحن عم نحسها ما عم تبين كثير عم بترج، هي بتعمل مثل البالسيشنز، فينا نعلي قد ما فينا وفينا نوطي قد ما فينا. بنحط نحن بيسكلي الكلينزر على هيدي البارت وبنقطعه على وجهنا هيك بسيركلر موشنز لمده دقيقه، هي على فكره بتعير. اوكي سو على كل وجهنا بدها تقطع لمده دقيقه، بس نخلص نرجع بننشف وجهنا وكل شيء وبقفى يعني الديفايس. ثاني وجه منا اللي عم نشوفها هون هي انتي ايجينج مثل ما قلت، بكون نحن اوريدي وجهنا نشف، فينا كمان لمده دقيقه ريتا بنقطعها بهذا الشكل مطرح ما بنحس انه عنا تجاعيد. هلا نحن بعدنا صغار فينا نقطعها على كل وجهنا، بس يوجولي هون هي هون تحت العيون حوالي التم. مزبوط هون حوالي التم بنقطعها، بتخلي كل البرودكتس تشربوا البشره بطريقه اسرع. سو هي بس يعني بدقيقتين، بدقيقة واحدة تكون نظفتي وجهي كثير منيح،
وبدقيقة تانية بتكوني عملتي مثل انتي ايجينج ومساج للوش كمان بحرك الدورة الدموية. مزبوط، بتريح كمان صراحة. صح. يعني كثير هين استعمالها، نخبر المشاهدين اللي بعد ما تعرفوا على الديفايس انه كثير هين استعمالها كمان. صح، ومثل ما كنت عم اقول ريتا انه انا هي بيس كمان على السكن تايب تبعك. مثلا انا عندي كومبينيشن سكن لونها هيك ازرق على اخضر، وانا نورمال سكن هي بينك. كمان فيكم تفوتوا على الويب سايت وتشوفوا كمان حسب السكن تايب تبعكم اي نوع تستعملوا. مزبوط. وكمان بدي اقول شغله ريتا، انا اجمالا يعني هن بيقولوا انه لازم تستعمليها كل يوم. هذا وكمان بدي اسالك انه كل قد ايه لازم يستعملوها المشاهدين اللي عم بيحضروا هلا؟ اوكي، ليك فيك تستعمليها كل يوم. انا صراحه بستعملها يعني حسب، يعني مثلا نحسب اليوم انا عبالي مثلا عندي ايفنت، عندي اوكيجن، عندي عرس، عبالي الميك اب تبعي يكون كثير فلولس، بستعملها الصبح برجع من بعدها بحط ميك اب، يعني بحس كمان عندي جلو وكل شيء، بتحس وجهي كثير نظيف. او مثلا بعد ما يكون عندي ام تي في، كيف بستعملها على بعد، يعني بعد الام تي في مثلا بيكون اوريدي عندي كثير ميك اب على وجهي، اوريدي بيكون مثلا حسيت انه حاطه فاونديشن، جلدك يعني شوي تعبانه. صح، يعني فيكي مثلا بس ترجعي النهار يكون انت اوريدي حاطه كثير ميك اب مش نهار عادي، فيكي كمان تستعمليها. بتعمل هي مثل الاكسفوليشن، يعني هي كمان بتنظف مثل ما قلت ديب كلينزينج، ومن بعدها برجع بستعمل الثاني وجه منها. كمان بكون حطيت السيروم وشربته البشره بطريقه اسرع. مزبوط. وخلص ثاني نهار بنام بكون وجهي مرتاح. سو بيسكلي بستعملها بس يكون عندي تصوير من بعدها، او فوتوشوت او ايفنت او شيء بكون حاطه كثير ميك اب، او الصبح قبل ما اكون حاطه الميك اب. بس تقريبيا 2 to 3 تايمز بير ويك بتستعملها؟ ايه، اوقات اكثر بستعملها لانه انا كثير بحط ميك اب. اوكي، انا استعملتها مرتين ودقيت لك كرمال تعلميني على المضبوط كيف في استعملها، دقيت لك فيديو كول كرمال تفسير الديتيلز عن من قدام ومن ورا كيف في استعملها. هذا اللي عملته، استعملتها بعد الميك اب نهار بالتي في. سو عن جد اتس بيرفكت، وانا بنصح كل المشاهدين انهم يستعملوها بميك اب وبلا ميك اب. صح، هلا كمان العالم اللي كثير بتتابع على السوشيال ميديا شفنا اخذت كثير ضجه على السوشيال ميديا، كل الانفلونسرز عم بيحكوا عن فوريو. مزبوط. وكمان ريتا كان بدي اقول لك انه بتاني وجه منا نحن عم نستعملها، ما قلت عملنا شوي مثل روجير على وجهنا او شوي مثل حمار، هذا شيء عادي لانه هي بس حركه الدوره الدمويه، بده يعطي هيك الوجه شوي كانك حاطه بلاش. هلا احنا شفنا مثل فيديوز قطعوا انا كيف عم بستعمل هذا ديفايس، كيف كمان كنت عم بشرح عنه، كمان هلا رح نشوفهم ونكفي. لكن هون كنا عم نشوف عم حط انا الدي كريم تبعي، وهون كمان كيف كنت عم برجع اعمل مساج للوجه. اوكي، سو كثير هين استعمالها، فينا نستعملها اذا كنا حاطين بنهارنا ميك اب او الصبح كمان فينا نستعملها بطريقه كثير هينه. ونعرف انه كمان رح يكونوا موجودين كيستال فوريو بجمال وكيكان ب 27 28 و 29 هذا الشهر، رح يكون في كثير اكتيفيشنز ورح يكون في كمان جيمز. فلكل البنات والشباب اللي حيكونوا عم بيقطعوا على جمال وكيكان يقطعوا على البوث تبعهم وليتفرجوا وياخذوا فكره بعد اكثر، ويقدروا ياخذوا هذا الفوريو ولونا تو حسب التايب تبع السكن تبعهم. مظبوط ريتا، لكن مثل ما قلت ريتا نزلوا على جمال كيكون وقطعوا شوفوا في كثير كمان جيمز وكل اكتيفيشنز. هلا رح نرجع كمان نكفي الفيديو ونشوف هون انا كيف عم بستعمل الديفايس. رح يقطعوا لكن ريتا مثل ما قلت، لكن هذا الديفايس بيجي هو عنده مثل تو فيسز، اول فيس يلي هو بنظف الوجه بعمق، وثاني فيس هو يلي بنعمل فيه مساج. هلا انت فيك بالاول اذا بعد منك كثير معوده فيك كمان على طول تستعمليها، يعني مثلا كانك انت عم تعملي فيشل بالبيت، هي نفس الشيء نفس الافيه. عندك بعد شيء سؤال؟ لا، بتغنيكي كمان كريستال انك تستعملي ماسكس وهالقصص والبيلينج، مزبوط؟ ايه مزبوط، لانه هي يعني هول اللي من برا السيرفس تبعها بتحسي كانه بس تعملي كثير مثل ديب كلينزينج، كانه انت بتحسي وجهك كثير ناعم، يعني كانك تقريبا عملتي مثل سكراب. اوكي، هلا كمان بدي احكي عن كامبين عملوها فوريو كثير لذيذة. مزبوط، هي كمان ليشجعوا البنات انه الناتشرال بيوتي، يعني يكون جمالهم طبيعي ويصوروا كثير بلا ميك اب على السوشيال ميديا. هيدا الشيء كمان كثير حلو لانه نحن يوجوالي معودين على طول انه كثير مثلا فلتر، كثير فوتوشوب، صور يعني كثير بيتظبطوا، ميك اب لازم تكون كثير بيرفكت لتنزل على السوشيال ميديا. فكثير حبيت هيدي الكامبين، هون عم شوف كمان كثير بنات تحت الهاشتاج كمان تحت الهاشتاج اي ام واو تو، كرمال انتم تشاركوا
بهذا الكامبين هي اوريدي بلشت من ثاني جمعه من هيدا من هيدا الشهر. شو لازم تعملوا؟ فيكم توقفوا عاده تاخذوا صوره قدام المرايه، وكمان تحت تحطوا يعني اي ام واو تول هاشتاج، تعملوا تاج لفوريو اندرسكور ام اي اي يعني فوريو ميدل ايست. كثير لذيذة هيدا الكامبين، وأنا كمان شخصيا رح أعملها. رح يختاروا هن الفيس تبع فوريو مزبوط بآخر بآخر كامبين. وإجينا رجع نذكر كمان المشاهدين بجمال وكيكان ب 27 28 29 الشهر، يقطعوا على البوث تبع فوريو، رح يكون في كثير اكتيفيشنز وجيمز، ورح كون أنا وريتها تحت كمان، فينا نلتقى فيكم ونروح كلنا مع بعض على ستاند فوريو 100% كريستال. وبالاخير انا بدي اقول انه ثانك يو انك عرفتيني على فوريو هالونا تول ديفايس، لانه لقيت انه وجهي كثير تحسن وعنده هيك نضاره ونظيف كثير، وما انا حوقت استعمله. وكمان على فكره زلفا بتستعمل هذا الديفايس، كمان بدنا نقول لها هاي يعني صرنا نحن بالهاشتاج زلفا وساره اي جاس كمان اثنين زلفا وساره كمان بيستعملوها. يلا وهلا انت كمان صرت اديشن ل فوريو فاميلي، وهلا بالريجي كمان عم بيقولوا اكيد كل البنات اللي عم بيحضرونا كمان حيتحمسوا انهم يستعملوا. على فكره بس تسافري كثير بتفيدك، لانه بتحسي وجهك نشف او وجهك تعب. على طول انا باخذها معي، وهي باول ما تجيبيها بترجيها مره بعدين بتضاين كثير، يعني مانك بحاجك المره تشرجيها. يعني اجت بوقتها مزبوط، انا شرجتها انا قلت 8 اشهر ما شرجتها وبعدها ماشي، شرجتها بس مره واحده من وقت ما جريت. في سؤال عم بيسالوه كمان بالريجيم، بتزبط للشباب؟ ايه بتزبط كل شيء بيطبق سكين كير وبيفيد يعني بغسل الوجه وهيك، كمان بيطبق للشباب اكيد. بيرفكت. فاذا لكل المشاهدين اللي عم بيحضرونا، فوريو هذا الديفايس لونا 2 من فوريو از بيرفكت للسكين تبعكم شباب او بنات، كنتوا فيكم تشتروها. هيدي كانت الفيري انترستينج سيجمنت تبعك كريستال. رح نتوقف لبريك سريع ومنكمل من بعدها بهاشتاج.